وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة مريم الهاجري، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة. دكتورة مريم، بعد التحية، الفريق الميداني المشترك اطلع عن كثب على مدى الالتزام من قبل القائمين على المآتم ومرتاديها بالإجراءات الاحترازية المقررة. كيف يسهم التعاون والتنسيق طبعا الحاصل حاليا في تعزيز هذا الالتزام وتأمين سلامة الجميع؟ السلام عليكم وأسعد الله مساءكم بكل خير. بخصوص التعاون والتنسيق الحاصل حاليا في تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمآتم وتأمين صحة وسلامة الجميع، بداية أود أن أبين لسيادتكم وللمشاهدين الكرام بأن الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية السديدة من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة وقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه للجهود الوطنية، كان له عظيم الأثر في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من بداية جائحة الكورونا وحتى هذا اليوم. بخصوص موسم عاشوراء وما تم اتخاذه، أود أن أوضح هنا بأن فريق البحرين الوطني للتصدي لفيروس الكورونا برئاسة معالي الفريق الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة حفظه الله قد قام بوضع الاستراتيجيات الاستباقية والخطط والإجراءات الاحترازية بناء على آلية الإشارة الضوئية التي أثبتت نجاحها في التقليل من عدد الحالات القائمة والحد من انتشار فيروس الكورونا بين أفراد المجتمع في مملكة البحرين. ومن بين هذه الخطط والإجراءات تم تشكيل فريق ميداني مشترك يضم ممثلين من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وإدارة الأوقاف الجعفرية لتقديم الإرشاد والتوجيه، ويطلع عن كثب مدى الالتزام من قبل القائمين على المآتم بالإجراءات الاحترازية المقررة. وقد أسهم هذا التعاون والتنسيق المشترك بين مختلفة الجهات المعنية ولهم كل الشكر والتقدير في تعزيز الالتزام وتأمين سلامة الجميع. الفريق يقوم بزيارات المآتم بجميع المحافظات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والبناء على توصيات الفريق الوطني للتصدي لفيروس الكورونا والتي تتمثل في الالتزام بالضوابط المحددة وفقا للمستوى المحدد لآلية الإشارة الضوئية. واحنا بكرة وبعد بكرة إن شاء الله بتكون الإشارة الضوئية هي البرتقالية. ومن أهم الإجراءات الاحترازية اللي شدد عليها الفريق الميداني المشترك هو التزام مرتادي المآتم بعدم التنقل بين أكثر من موقع، ومع الالتزام بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، ويقتصر الحضور طبعا في المآتم على المتطعمين والمتعافين. وهذه كل هالجهود بتسهم في الحد من انتشار الفيروس وبالتحافظ على صحة وسلامة الجميع. لذا نرجو كمعنيين أو كمسؤولين بالفريق الوطني للتصدي للجائحة، نرجو من جميع القائمين على المآتم ومرتاديها الالتزام بالضوابط المطلوبة، وهذا يسهم في حفظ صحة وسلامة الجميع وإنجاح موسم عاشوراء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البحرين في هذه الفترة وكل دائما إن شاء الله قيادة وشعبا بالأمن والأمان، ويبعد عن البحرين وشعبها، يبعدها من كل شر ومكروه. اللهم آمين. سعادة الدكتورة مريم الهاجري، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.